أن ينهي هذا الصوت والمقابلة لصالحه. وربما هذه هي المفاجأة التي أراد مسيرو فريق مولودية باتنا وتكلموا عليها قبل بداية اللقاء، قالوا بأنهم سيحدثون المفاجأة. أي مفاجأة؟ هي أنهم سوف يظهرون بمستوى جيد وسوف ربما يفوزون بالكأس. وهذه بنجب الله في إحدى الهجمات الخطيرة فتحة وأول هدف، أول هدف من إمضاء بورحلة أو سنوسي، أول هدف قبل نهاية المقابلة بست دقائق. والله نخضر أنا شخصيا ما كنت نتمنى أن الهدف يسجل قبل ثلاث دقائق من نهاية المقابلة، وأنا لم أكن أنتظر تسجيل هذا الهدف خاصة بعد السيطرة الكبيرة في هذه الدقائق الأخيرة لمولودية باتنا. رغم هذا الهدف تبقى المولودية فريق قوي وفرضت وجودها. ونلاحظ الحارس حفيظ أن أي خطأ بسيط من الحارس رغم المقابلة الجميلة التي أداها إلا أنه بخطأ بسيط أو بعدم تلقي كرة ربما غير منتظرة وغير متوقعة إلا أنه كان صاحب هذا المصير، مصير هذه المقابلة النهائية. إذا الهدف كان من تسجيل زرقان وبعد تغيير سنوسي طبعا المدافع الأيسر، سنوسي بالفعل، وذلك بعد تدخل زرقان. نلاحظ اللاعب سنوسي أول مشاركة في أول مقابلة نهائية أو بورحلة اللاعب الاحتياطي، ربما لأنهم لابسين نفس الشيء نفس الشورت تقريبا، شورت أسود. ربما اللاعب الاحتياطي بورحلة اللي كان عوض عاجزة، بالفعل هو بورحلة. هدف مقابل صفر قبل ثلاث دقائق من نهاية المقابلة، الهدف سجل، هدف لم نكن نتوقعه، وهدف ربما فاجأ الجميع وفاجأ حارس المرمى عبد الباقي الذي أدى مقابلة جيدة لحد الآن، وفاجأ فريق مولودية باتنا الذي بدوره أدى مقابلة جيدة ووقف الند للند. وربما هذا الهدف يدل على التجربة الكبيرة التي يتمتع بها فريق الفرقسي في مثل هذه المقابلات.